كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع السيد رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي. وخلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول سبل دعم الجهود الموجهة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من المساعي لتحقيق هذه الأهداف التي تؤدي للتعاون البناء والتفاعل المثمر بين الدول وتصب في صالح جميع الدول والشعوب وتعزز التنمية والرخاء.